طابت أوقاتكم. حسمها حزب الله نهائيا، لا حكومة في لبنان إذا لم يشارك فيها الحزب. والرسالة ليست للحكومة أو لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام فقط، إنما لكل حكومة قادمة. الكلام للنائب محمد رعد الذي أكد أن حزب الله وحلفائه وأصدقائه سيشاركون معا في الحكومة المقبلة، واضعا في المشهد السياسي معادلة جديدة تقوم على مبدأ أنا أقاوم إذن أنا موجود. لكن المشهد السياسي للأسبوع الطالع الذي سيتوقف بلا شك عند كلام رعد مشغول بملف التبديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي سيحسم هذا الأسبوع بحسب وزير الدفاع، وهو الأسبوع الذي يحمل على رزنامته عيد الجيش يتم التحضير له بشكل لافت ومختلف عن السنوات الماضية. فهل تكون هدية الجيش في عيده قائدا ممدد ولايته؟ النائب محمد رعد يؤكد أن كل حكومة تريد أن تخرجنا لن تبصر النور. أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الجميع يقر أن حزب الله مكون أساسي للشعب اللبناني، مشيرا إلى أن الحزب مع حلفائه وأصدقائه سيشارك في الحكومة المقبلة. كلام رعد جاء في حفل الإفطار السنوي الذي أقامته جمعية البر والإحسان الإسلامية لأبناء إجباع. الحكومة التي ستتشكل في لبنان لن تبصر النور إلا إذا كنا شركاء فيها، وكل حكومة تريد أن تخرجنا من المشاركة لن تبصر النور ولن تستطيع أن تفعل شيئا، وستكون خارج السياق وخارج العرف وخارج الدستور. عندما يقول سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله هذا القرار باللو واشربوا ميته، معنى ذلك أن المقاومة وصلت إلى مرحلة أخذت بعين الاعتبار كل الاحتمالات المفترض أن يخدم عليها هؤلاء من أجل إخضاعنا وإسقاط مقاومتنا، ولن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. لقد قيل يوما أنا أفكر إذن أنا موجود، لكن بعد كل التجربة التي أمضيناها مع المقاومة أصبح من حقنا أن نقول أنا أقاوم إذن أنا موجود. وختم رعد متسائلا، هل هي صدفة أم أن القدر جمع بين قوى الداخل التي ترفض مشاركة المقاومة في الحكومة والقرار الأوروبي على الإقصاء؟ ونقول لهم لا الأوروبيون قادرون على تنفيذ ما قرروه، ولا بعض القوى قادرة على تنفيذ ما قررته. أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن أن الأسبوع المقبل سيتم إنهاء موضوع التمديد لقائد الجيش. وأوضح غصن في حديث لصحيفة الديار أن لا جديد في ملف التمديد لعماد قهوجي ولا أمرا نهائيا حتى حيده، لكن يتم البحث عن صيغ أو اجتهادات تجيز هذا التمديد، لأنه من غير الممكن ترك الفراغ يصيب قيادة المؤسسة العسكرية. كشفت صحيفة النهار أن تأجيل تسريح قائد الجيش سيتم بقرار إداري وفق المادتين 55 و56 من قانون الدفاع، وستكون مدة التأجيل إما حتى تعيين قائد جديد للجيش وإما لمدة سنة، باعتبار أن رئيس الجمهورية لا يقبل بالتمديد لمدة تقل عن سنة. ومن المتوقع أن يصدر وزير الدفاع قرارين متزامنين، الأول بتأجيل تسريح قائد الجيش والآخر بتأخير تسريح رئيس الأركان. وأشارت مصادر مواكبة إلى أن الصيغة التي كان وضعها وزير الدفاع قبل إطلاعه رئيسي الجمهورية ومجلس النواب عليها كانت تلحظ التمديد إلى حين تعيين قائد جديد للجيش، لكن المشاورات استمرت حول صيغة ترضي قائد الجيش ولا تستفز أحدا، لذا يرجح أن تحدد المدة بسنة. كشفت صحيفة الوطن السعودية أن الإجراءات الخاصة بمحاصرة مصالح حزب الله في دول مجلس التعاون الخليجي بدأت رسميا، فيما لا تزال اجتماعات تعقد على المستويين الأمني والمالي لاستكمال بعض الأمور الإجرائية الخاصة بتطبيق ما توصلت إليه الدول الست
في قراره هذا أو هذا القرار الذي اتخذته في يونيو الماضي. وقالت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين خليجيين إن القرار الذي توصل إليه وزراء الخارجية الخليجيون في اجتماعاتهم الأخيرة في جدة لا يفرق بين الجناحين العسكري والسياسي، ما يجعله أكثر شمولية من قرار الاتحاد الأوروبي. وأفصح المصدر عن وجود تواصل مع الأوروبيين وبعض الشركاء الدوليين لتضييق الخناق على حزب الله والمنتمين له. الإخوان المسلمون يجرحون 29 شخصا في بورسعيد بعد احتجاج الأهالي على شعارات رفعها الإخوان أثناء تشييع أحد قتلاهم. أصيب 29 شخصا بجروح بطلقات رصاص حي وخرطوش بمحافظة بورسعيد في الدلتا إثر شباكات وقعت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه الذين أثرتهم شعارات رفعها الإخوان خلال تشييع جنازة شاب من أنصار مرسي قتل في واقعة مدينة نصر فجر السبت. وخلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة ضباط كلية الشرطة أكد وزير الداخلية المصري أن الشرطة والقوات المسلحة تواصل عملها من أجل دعم مصر وحمايتها. أؤكد لشعب مصر الوفي أن رجال الشرطة عازمون عزما أكيدا على تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، وهم قادرون على ذلك بإذن الله بمؤازرة المخلصين من أبناء هذا الوطن، ولن نسمح لأي موتور أو حاقد أن يحاول تعكير صفو تلك الأجواء من التلاحم والأخاء، وسنتصدى بكل قوة وحسب لأي محاولة للإخلاء بالأمن، وهو ميثاق قطعناه على أنفسنا ونحن لعهدنا موفون ولميثاقنا حافظون. أحداث الجمعة في مصر ومقتل 72 شخصا في اشتباكات السبت دفع بالأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون إلى إدانة العنف في مصر، داعيا المحتجين إلى التظاهر بطريقة سلمية. ودعا السلطات المصرية المؤقتة أيضا إلى الاطلاع بمسؤوليتها كاملة وضمان حرية جميع المصريين، مشددا على وجوب الإفراج فورا عن الرئيس مرسي وقادة الإخوان المسلمين المحتجزين حاليا أو مراجعة أوضاعهم بشفافية كاملة. بدورها نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بمقتل 72 شخصا في اشتباكات القاهرة متهمة السلطات المصرية بالاستهانة الإجرامية بالحياة البشرية، ودعت السلطات المصرية إلى إصدار أوامرها بالتوقف عن إطلاق النار إلا عند الضرورة القصوى. إدانة للإعدام الميداني لجنود سوريين في خان العسل من قبل المعارضة. ووزير الإعلام السوري يدعو معارضة الخارج إلى النأي بنفسها عن الإرهاب واللجوء إلى الحوار. أدانت المعارضة السورية قيام جماعات مسلحة بإعدام ميداني لأكثر من 51 عنصرا تابعين للقوات النظامية في خان العسل، معلنة عن تشكيل لجنة تحقيق في الحادث. وأكد الائتلاف الوطني السوري وقيادة أركان الجيش الحر في بيان إدانتهما المطلقة لكل خرق يطال ميثاق جنيف بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءه. من جهتها وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول المجزرة البشعة التي ارتكبتها عصابة ما يسمى لواء أنصار الخلافة، وطلبت سوريا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة ومسؤولة في مواجهة الإرهاب الذي تشهده سوريا والذي تمارسه العصابات التكفيرية المرتبطة فكريا وعضويا بتنظيم القاعدة. من ناحية أخرى أكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أنهم إذا كانوا يحشدون ويتسلحون ويتحدثون عن سلاح نوعي فنحن لسنا جالسين نتفرج، بل نستعد وسنبقى نستعد، ولن يستطيعوا أن يحدثوا تغييرا على الأرض وفق مفهومهم، بل سيكون التغيير وفق مفهوم القوات المسلحة والشعب السوري. ودعا الزعبي المعارضة السياسية في الخارج إلى النأي بنفسها عن الإرهاب وإعلان إدانتها لما يحدث من مجازر ضد الشعب والجيش السوري والذهاب مباشرة إلى الحوار والحل السياسي والانضمام إلى جهود الدولة في مواجهة الإرهاب. ميدانيا وفي حين تستمر المعارك في عدد من المناطق السورية، أكد مصدر عسكري سوري أن القوات الحكومية أحكمت سيطرتها على حي الخالدية وجامع خالد بن الوليد في مدينة حمص وسط البلاد بعد معارك استمرت أسابيع مع الجيش الحر وجبهة النصرة. أهلا بكم من جديد. رأى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق بأم وهاب أن التمديد لقائد الجيش تفرضه ظروف عدم القدرة على الاتفاق على اسم جديد. وفيما يتعلق بوضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب، أكد وهاب أن الأمر تافه ولا يستحق الجدل. وهاب كشف من برنامج الحدث أن الرئيس سعد الحريري ليس مرفوضا من قبل 8 آذار لرئاسة الحكومة، مؤكدا أن الحريري نفذ طلبات الجانب السوري في الحكومة السابقة.
وأنا كنت شاهد على ما فعله الرئيس سعد الحريري ببيان الحكومة بناء لطلب سوري لتعديل البيان الوزاري. ايه، وبعض حلفائنا هربوا من هذا التعديل، صاروا كل واحد يفل من مايل ما كانوا يفوتوا فيها. طلب من الوزير جون أوغاسابيون بالجلسة الرئيس سعد الحريري هو يطرح هذه التعديلات وتمت هذه التعديلات. طب أنا أمام هذا الواقع، طيب إجا الرئيس نجيب ميقاتي، هلق معايد مبسوط الرئيس ميقاتي كمان رواء أديك يا رواء يعطي لا، بس إنه إجا الرئيس نجيب ميقاتي. طب الرئيس نجيب ميقاتي كان كل همه في الحكومة أن يسترضي جمهور رفيق سعد الحريري. شو استفدت أنا؟ بس يعني حدا يقرش لي إياه بالسياسة. طيب جبنا الرئيس تمام سلام، طيب بعد شوي رح ينسوا اللبنانيين أنه عنده الرئيس مكلف. لا يصح بقى الرئيس تمام سلام لهيك حكومة. مين بيصح؟ منشوف يعني، أو بدك الرئيس تشوف. سعد الحريري يعني بينحكى بشيء بالموضوع بشكل جدي. هلق الرئيس بري يعني أخبر مني، بس هو مثل ما ركب بالزمان السين سين أو سعى لتركيب السين سين، وكان أول من أطلق هذه النظرية. الرئيس بري ما بيطلق نظرياته بالهوى. أنا معودة على صراحتك، بتجاوبني بصراحة. اللي بدي أقول لك إياه، اللي بدي قبل 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 بتجاوبني بصراحة، ندمتوا على الانقلاب على سعد الحريري كفريق سياسي؟ ما بعرف، أنا ما في جاوبك عن هالسؤال. أنا ما في جاوبك عن هالسؤال. مين بجاوب عن هالسؤال؟ ما بتعرف جو الحلفاء شو؟ هذا الكلام بدل على نوع من الندم. أنا ماني بالمجلس النيابي ولا كنت بس هذا الكلام بدل على نوع من الندم. لا أنا ماني بالمجلس النيابي ولا كنت بالحكومة، لا ما منه أنا، بس أنا لا كنت بالمجلس النيابي ولا بالحكومة، بس أنا يعني عادة بحس إنه بدأ درس الأمور، عادة بدأ درس أكثر من هيك وخلص، بغش تسأليني شيء عم يقمعني هيدا قمع بكل معنى الكلمة، مش أنت اللي بتقوله هالحكي، مش أنت اللي بتقوله تسأليني شيء. ومن برنامج الحدث، الوزير السابق وئام وهاب يؤكد أن أحمد الأسير موجود في مخيم عين الحلم. مع الوزير أنت قلت أنه أحمد الأسير عم يتجول بالتعمير، بتعمير عين الحلم، وحددت شخص موجود أحمد الأسير عنده، سميت بالاسم بلال بدر. بلال بدر أنا ما بحكي شغلي مش مأكد منها. أحمد الأسير في عين الحلوة، وطلعوا بعض التفهيم من عين الحلوة يهاجموني ويحكوا كذا ويقولوا نحن عم نحرض على المخيم. أنا حريص على المخيم أكثر منهم، وأنا بحب أهل المخيم أكثر منهم. هن المخبيين واللي مش حريصين على المخيم وعم يحاولوا يجروا المخيم. مين مخبيه؟ مخبي بلال بدر واحد. طالب البطريرك الماروني الكاردينال مارو بشارة بطرس الراعي الدول الإقليمية والدولية إلى أن لا تذكي نار الحرب بالتحريض وبإرسال السلاح لهذا وذاك من الأفرقاء المتنازعين، أي يكفوا عن هذا العمل المشين. كلام الراعي جاء في قداس احتفالي رأسه الكاردينال في كاتدرائية القديس مرمرون ضمن جولته الرعوية في مدينة زحلة. انقطاع للحوار ورفض الحوار مع الادعاء بأنه لا يجدي نفعا، وبالتالي اتهام وتخوين وأحكام مسبقة، هذا كله يناقض ويعاكس إنجيل المسيح الذي هو إنجيل الحوار، إنجيل التلاقي. نسمع اليوم بكل أسف هذه اللغة، هؤلاء ليسوا منا، ليسوا معنا، هم أعداؤنا، لا تكلموهم، لا تخالطوهم، هذه ليست لغتنا اللبنانية الأساسية ولا هي ثقافتنا وحضارتنا. اعتبرت النائب ستريدا جعجع خلال حفل تدشين في محطة بشري النموذجية للصرف الصحي
إن هذه المحطة تؤسس لمشروع كبير وسيطاول جميع قرى وبلدات القضاء، لتنتهي معه معضلة الصرف الصحي ومياه الأنهر التي تعبر وادي قديشة وقنوبين وصولا إلى البحر، مؤكدة أنه مشروع رائد في مجال معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان. وهذه هي المرحلة الأولى من المشاريع في جميع أنحاء منطقة بشري لتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي وفقا للخطة الرئيسية التي وافقت عليها اللجنة التوجيهية لصندوق دعم القطاع الخاص في العام 2008. مأساة عائلة أقعدها المرض والفقر وزاد همها اشتباكات التعمير الأخيرة. لم تعتد جميل عجيل زيتوني أن تزعج الناس بالحمل الملقى على كاهلها منذ 45 عاماً. بصمت ومن دون تذمر تهتم بأولادها الثلاثة ذوي الاحتياجات الخاصة، هي البالغة 85 عاماً وهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و50. لا معيل في المنزل يرد الجوع والعوز عن العائلة، فالوالد متوفى وظروف الأبناء لا تسمح لهم بالعمل. وفي غياب الرعاية الرسمية لم يبقى لجميل سوى المحسنين الذين تصدقوا عليها بهذا المنزل المتواضع في منطقة التعمير في صيدا. أينا أجوا كتير يعني يحطوا مقبلة وصينا قبل ما يموت يقول لي إيش كان بتحطيهم الله ما يسامحي. هي أنا وياهم دلنا راس على راس ونبنام أنا وياهم وأنا وياهم بكرة أنا وياهم. الحمد لله رب العالمين إلا الله مقويني بحسنته. أي لا اللي بدق بيبي أنا بنطق معي رمضان كل يعني كل يوم بيعرفوا في عندي جرب الله كل يوم بتندل لعشر عشان بتحس في اللي تلا مين أي هيدا بدي يجيب لي ما في عندي حدا مين بدي يجيب لي. وكأن المرض والفقر لا يكفيانها، فإن عائلة جميل تجد نفسها هدفاً للنيران كلما اشتعلت في التعمير، وكان الاشتباك الأخير قد ألحق أضراراً بالغة بالمنزل. غيب الموت الرئيس السابق لمجلس إدارة تلفزيون لبنان إبراهيم الخوري بعد صراع مع المرض. تقام الصلاة الجنائزية عند 12 من ظهر يوم الثلاثاء المقبل في مطرانية الروم الكاثوليك طريق الشام المتحف. أسرة قناة الجديد تتقدم من عائلة الفقيد ومن الزملاء في تلفزيون لبنان والإعلام في لبنان بأحر التعازي. ثورات في العالم العربي وفي لبنان عزيز الأحدب. تقرير جاد غصن. ظلم تاريخ لبنان الحديث هذا الرجل، هو العميد عزيز الأحدب الذي ظهر على شاشة التلفزيون في مستهل الحرب اللبنانية ليعلن بلاغا يحمل طبعا الرقم 1. لم يكن للبلاغ ثان ولم يحرك الانقلاب سوى الأحدب نفسه، فسمي الانقلاب يوم ذاك سخرية الانقلاب التلفزيوني. غاب الأحدب ومرت السنون فظهر الانترنت ومعه ورثة الانقلابات الافتراضية، وآخرها ثورة مجهولة المصدر وشعارها تمرد استيرادا من مصر، ولها بلاغها ورقمه 1 أيضا على ما ذكر الزميل عاصم بدر الدين في جريدة السفير، وهي دعت إلى التظاهر في 10 من آب في ساحة الكولا. قصدنا الشارع لنجس نبض ثورة تمرد اللبنانية. أكيد نهلة. ليش شو المظاهرة؟ دعم للجيش، لأنه نحن اكتفينا من كل الحاكمين وبدنا الجيش هو يستلم حتى ينظف لنا البلد من كل. هذيك المظاهرة بواحد الشهر، في مظاهرة تانية بعشرة الشهر. لا أنا نزلت على واحد الشهر. عشرة الشهر؟ لا لا يا أخي لا. مظاهرة بعشرة الشهر؟ لا. هي مظاهرة شو بس؟ والله ما عارفين، لا ما عندي خلفية فيها. آخر همي يعني. حضرتك نازل على مظاهرة شيء بعشرة الشهر؟ مظاهرة شو؟ في ثورة داعين لها ليغير النظام. والله ما عندنا خبر في مظاهرة. بعشرة الشهر؟ إيه لا لا. بتعرفي عن شو مظاهرة؟ لا والله ولا شيء، ما عندي فكرة. انتقلنا إلى ساحة رياض الصلح للاطلاع على أحوال انتفاضة البندورة. لا أثر للانتفاضة ولا للبندورة، ربما يحضرون الاشتراك في تظاهر التمرد. مش نازل. تعرفي بس هي عن شو المظاهرة؟ عن شو؟ الشاش؟ لا، عشر شهر في ثورة بغير النظام.
في ميدان الانتفاضة التقينا الصحفي في جريدة السفير حسان الزين، فكان لابد من سؤاله عن سبب كثرة الثورات وشح الثوار. ما فيك تجي أنت تبهدل حالك أو تبهدل الثورة بأنه أنت تدعي لثورة وكلمة كبيرة ثورة وتنتظر الشعب أنه يجي. يعني في الثورة لازم تطلع من الناس أساسا، والناس مقصمين بلبنان لأسباب طائفية، الناس مرهقة يعني مش منتبهة للواقع اللي هي فيه، مش منتبهة للحياة اللي بدها إياها أساسا. من يذكر هذه الثورة؟ أراد الشعب إسقاط النظام الطائفي فسقط هو، وما أشبه الأمس باليوم. إنه هذه ترجمة أو استيراد وشعار غير قابل للتنفيذ وغير واقعي ومنه لطيف، منه مقبول عند الناس. شو اسقاط النظام الطائفي؟ يعني اعتبرت انا بوقتها انه هيدي سذاجه، وبعتقد هيدا الشيء اللي صار سذاجه على الفيسبوك، ولكن بنفس الوقت كمان كنت عمال بقول مثل ما هلا عمال بقول انه هي تعبير عن في نخب شبابيه وفي عند بين الشعب اللبناني ناس كثير بدهم يعبروا عن انه هن قدام حيط مسدود، بدهم يطلعوا عنا لهذا الحيط، ولكن مش قادرين يعملوا شيء. آخر العنقود مسكه، ثورة يدعو إليها الثائر الدائم رامي علاق، فبعدما فرغ علاق من كسر كمائن حزب الله المتفرغ لتعقبه وتسليح نفسه بمكتب إعلامي وفيديوهات تظهر ممضات من شخصية المرتد كما سمى نفسه، دعا الدكتور إلى الثورة في 10/1 أكتوبر المقبل. في مظاهرة تاني بعشر أكتوبر عن شو؟ كمان داعي عليها رامي علاق ثورة كمان. ما عندي تعليق عليه لرامي علاق. ثورة مين هي؟ أي ثورة؟ شو عم تحكي يا خيي؟ بعتقدها شيء سياسي يعني أنا ما بعرف فيها، يعني ما اطلعت على شو أشعارها. بعلة من أصحاب الدعوة أو من المدعوين باتت حتى انتفاضاتنا موضة، أما الثورة فما عادت تعدو إلا مؤنثا للثور. جاد غصن، قناة الجديد. نحييكم من جديد ونواصل تقديم النشرة. أظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي اليوم عن تغيير بلغت نسبته 70% عن المجلس السابق، وحصلت المرأة الكويتية على مقعدين فقط من أصل 8 مترشحات بعد أن كان لها 3 في المجلس المنحل. كما أظهرت النتائج تراجع عدد النواب الشيعة إلى 8 نواب بعد أن كانوا 17 نائبا في المجلس السابق، وأسفرت أيضا عن تعزيز الإسلاميين لموقعهم بفوزهم ب7 مقاعد مقابل 5 في المجلس السابق. وحصل الليبراليون على 3 مقاعد على الأقل، وبلغت نسبة الاقتراع في ثاني انتخابات تجري في الكويت خلال 8 أشهر 52% من إجمالي عدد الذين يحق لهم الانتخاب. أعلن مصدر عسكري يمني أن 6 أشخاص يعتقد أنهم من مقاتلي تنظيم القاعدة قتلوا في غارة جوية يرجح أنها لطائرة بدون طيار على بلدة المحفد في محافظة أبيان جنوبي اليمن. وقال المصدر نفسه إن الغارة استهدفت سيارتين كانتا تقلان 6 من ناشطي القاعدة في المحفد. الرئيس المصري المعزول محمد مرسي متهم بالتخابر مع حماس ويواجه عقوبة الخيانة العظمى. خيوط تورط مرسي مرتبطة بخطة رسمها الأمير بندر بن سلطان تصل إلى حد تقديم سيناء على طبق من ذهب إلى الإسرائيليين. فما هي تفاصيل خطة بندر؟ وكيف تحرك اللواء عبد الفتاح السيسي؟ تفاصيل تكشفها الجديد في هذا التقرير. الخطة تقضي بالطلب إلى الإخوان المسلمين التنسيق مع إخوانهم في سوريا والخليج لنقل التجربة السورية إلى مصر وتطهيرها من الملحدين وخوارج الدين. غرفة عمليات هذه الخطة موجودة في هرتزيليا وضواحي يافا، وقاعدتها البحرية البريطانية في داخلها القبرصية المسؤولة عن الإشراف على إيصال الأسلحة براً وبحراً إلى السواحل المصرية من ليبيا، فيما تتولى قوات فرنسية تدريب المجندين العرب على الأسلحة الجديدة التي ستدخل إلى مصر على أن تكون سيناء مركز إعداد التدريب بمساعدة حماس. أهداف الخطة الأولية: العمل على إطالة الأزمة، محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي، إدخال حماس في المعركة، فصل سيناء عن مصر وإلحاقها بغزة، إرهاق البورصة المصرية. حضر الاجتماع في عمان إلى بندر بن سلطان مندوبون عن الخارجية الأمريكية ومندوب تركي،
وقد نقل بندر المذكرة إلى الملك عبد الله في السعودية وأبلغه أن الأمريكيين وافقوا عليها، غير أن الملك رفض وقال: هل تريد مني أن أدعم جماعات سبق أن شكلت خلايا عندي وفي الإمارات؟ أرسلت المذكرة إلى البنتاغون الذي أبلغ الملك السعودي أنه لا يوافق عليها، ومن هناك أوفد البنتاغون مبعوثين إلى السيسي لإخطاره بالأمر وإعطائه معلومات عن أماكن تخزين الأسلحة، فما كان من وزير الدفاع إلا أن وضع يده على الخطة وأوقف 3 كونتينرات من الأسلحة كانت قد وصلت من ليبيا تبعاً لما هو مرسوم. ومن الخطوات الوقائية أن السيسي أرسل الجيش إلى سيناء حيث للبدو سلطة هناك، إذ كان من المقرر إشراكهم في عملية فصل سيناء عن مصر وضمها إلى غزة، وبموجب الضم تخرج إسرائيل وتقول إن سيناء وغزة من أعدائنا، ثم تعيد احتلال المنطقة من جذورها المصرية. في أثناء سيطرة الجيش المصري رصدت مكالمة بين مرسي وإسماعيل هنيه، ومكالمة أخرى عدت إدانة لمرسي في السير في الخطط المصرية. اتهم مرسي بالتآمر والتخابر مع حماس، وبدأ السيسي بتطبيق خطة الدفاع عن مصر ومصادرة السلاح وتنظيف سيناء بعدما رفع البدو لواء الجيش والبحث عن مستودعات الأسلحة الخاصة بالإخوان في المدن المصرية. لبنانيون يشاركون في حدث عالمي بين 5 بلدان أوروبية، ساعين إلى إيصال رسالة محبة من وطنهم الصغير إلى شعوب هذه الدول. 12 لبنانيا من أصل 30 يشاركون في النسخة 8 من بوليجيرو الذي تنظمه جامعة لوزان، جريا على عادتها في تنظيم أنشطة البولياثلون، وهي أنشطة تختصر رياضات متعددة في نشاط واحد. رحلة طويلة بأهداف غير تنافسية على دراجة هوائية لمسافة تزيد على 3000 كيلومتر بمعدل 200 كيلومتر في اليوم، وعلى ارتفاعات قد تصل إلى 1800 متر ولفترة تمتد نحو 20 يوما. الرحلة التي تنطلق من ميلانو في إيطاليا وتنتهي في العاصمة السويدية ستوكهولم مرورا بسويسرا وألمانيا من جنوبها إلى شمالها والدنمارك والنرويج، تهدف إلى التعرف على ثقافات والشعوب واكتشاف الطبيعة والمغامرة وتحمل المشاق والمناخ. مش تشالنج يعني لهذا الباركور اللي احنا عملوه، اللي احنا قطع 6 بلدان، ونتأمل انه هذا الشيء فرجي كمان اللبنانية انه فيهم يعملوا هذا النوع من الرياضة خاصة بلبنان، ومنتأمل أنه الدولة تساعد بالقليلة بتنظيم الطرقات وحماية الناس اللي بيكونوا على البسكليتات على الطريق، لحتى نضل نقدر نتمرن بلبنان ونضل نقدر نروح نكتشف العالم من برا. والبسكليت من أجمل أنواع رياضة بيقدر الإنسان يعملها، لأنه بتاخدك من محل لمحل وبتاخدك لمسافات كتير طويلة، وبتكتشف البلدين والحضارات والمحلات اللي بتروح عليها بطريقة كتير حلوة، مش مثل كأنك ماشي بسيارة بسرعة 100 كيلومتر بالساعة ما بتلحق تقشع شيء. الانطلاق سيكون يوم الأربعاء المقبل، ويأمل اللبنانيون المشاركون في هذا الحدث أن ينجحوا في إيصال رسالة محبة من بلدهم إلى الشعوب في القرى والمدن التي خطط للمرور فيها في 6 دول. كان في النشرة رعد: الحكومة لن تبصر النور إلا إذا كنا شركاء فيها. أنا أقاوم إذا أنا موجود. تظاهرات ومناوشات تتجدد في مصر وارتفاع عدد الضحايا. النظام السوري يسيطر على الخالدية في حمص. ختام النشرة، شكرا للمتابعة. موعدنا الإخباري التالي يتجدد في تمام 8 إلى 10 دقائق مساء، فكونوا معنا.